السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكود دوت خاص بالمولين، ده تبع الكود السنغافوري، والكود السنغافوري مميز جدا بأن هو منظم ومرتب ومقسم لأقسام، تلاقي واحد معماري، واحد إنشائي، واحد استشاري، واحد المقاول وهكذا. هو بيقولك، بيقترح عليك إن أنت تستخدم البيم في مرحلة تندر، في إن أنت بتطور الموديل بتاعك، بتشوف التكلفة هتبقى قد إيه، تقدر التكلفة، السايت بلاننج، اللوجيستيك بلاننج. في مرحلة البري كونستراكشن بتبدأ تراجع الموديل، الموديل بيس بروجكت بلاننج اند سكادول، تشوف السكادول بتاعك. مرحلة الكونستراكشن أهم حاجة بالنسبة لي طبعا الكوردينيشن، وشوف دروينج والتنظيم بين الكونستراكشن، السيتنج اوت اند فاريشن، البري فابريكيشن، بتبدأ تبعت الحاجة تتقطع ازاي، الاسبلت، تجهيز الموديل للفاسيلتي مانجمنت. التندر بتبدأ تستلم اللوحة ال 2D، ممكن تستلمها بموديل، فلو انت مستلمها 2D بتحولها لموديل، لو انت مستلمها موديل بتبدأ تشيك عليها، تشوف ايه الحاجات الناقصة وتبدأ تطورها، ومن خلالها تطلع التكلفة بتاعتك هتبقى. في ناس بتستخدمه في السايت بلاننج. طيب في مرحلة التطوير الديفلوبمنت بين موديل، انت هتعمل ايه؟ انت هتمسك الموديل وتشوف ايه الحاجات اللي ناقصة وتبدأ تطور فيها، لان المفروض انت مثلا بتستلم ال او دي 300 توصل بيه ال دي 400 و500، فلازم كل شويه تبدا تطور. وهتلاقي فيديوهات على بيم اريبيا بتشرح الموضوع بالتفصيل، بتشوف المشاكل الموجوده، الورنينج، تبدا تحلها. في حل من اتنين، يا اما ابعت للمصمم نفسه حل المشاكل ديت، يا اما انا ببدا حل المشاكل ديت. الكوست استيميتنج، تبدا تقدر التكلفه هتبقى قد ايه على الطريق، ان انا بحسب الكميه وبعد كده بشوف التكلفه، الحاجه دي مثلا هتكلفنا قد ايه. ده المشروع اهوت، تشوف التكلفه، طبعا بتحط الاسعار بتاعه الشهر دوت. في شويه برامج تقدر تستفاد منها تسهل لك الموضوع دوت، برامج نفس وركس معقول، سايت بلاننج بتبدا تخطط الشغل، مثلا يبقى هنا الحفره، يبقى هنا المكان اللي هنخزن فيه الحاجات، هنا البوابه بتاعتها تبقى هنا. اشتغلت انا فترة في الموضوع دوت، بيبقى سهل جدا لو انت عملته بالبيم، وتقدر تحدد التخزين هيبقى فين، والاماكن فين، والمسار هيبقى فين، والكريم بتاعك هيبقى الحركة بتاعته عاملة ازاي، وممكن تحدد الحاجة مثلا هتركب ازاي، في حاجة مثلا معينة فيها صعوبة في التركيب، فتبدأ تشوف المكن هيقدر يوصل للحاجات دي ولا لأ. التاور ممكن بعد ما تعمل التاور تفاجأ ان في حتة مش متغطية، فلا بان انت بتنظم الشغل بتاعك بتقدر تحدد ان هو يغطي المشروع كله ولا في حته لسه ناقصه. ممكن تعمل ووك ثرو في قلب المكان، تعمل سيموليشن للشغل بتاعك. بتضيف البعد الرابع والبعد الخامس للشغل بتاعك. مرحله بقى بري كونستراكشن، قبل ما تدخل في الانشاء انت لسه بتخطط، فبتبدأ تشوف الديسيبلين، تبدأ تعمل كومباين، تبدأ تجمع الموديل كله في مكان واحد، وتبدأ تشوف المشاكل الموجودة وتبدأ تحاول تحلها. تبدأ تجمع مع الفريق وتعملوا ميتنج، تشوف ايه المشاكل ومين اللي حل المفروض اللي حل، يعني في حاجتين متعارضتين نبدأ نحلهم ازاي، في حاجة مثلا منخفضة او عالية زيادة عن اللزوم نبدأ نعدل المشاكل، بنبدأ ندرس مشكلة مشكلة. في أدوات كتيرة للريفيو للمراجعة، في كود اهوت خاص بالكواليتي، تبدأ تشوف ال LOD، تبدأ تشوف هل الموديل بتاعك وصل ال LOD مطلوب ولا لأ. أهي مثلا بنبدأ نشوف كبيم كوردينيتور المشكلة الفلانية أهيت، طب الأكشن مين اللي المفروض يحلها، اتحلت ولا لسه، ويفضل الجدول موجود، وبنحدد تاريخ التعديل بحيث لو في واحد عنده مشكلة بقالها فترة كبيرة ومحلهاش، ده نبدأ نشوف المشكلة دي معاه. بنبدأ نحط بقى، نربط البلاننج أو نربط الجدول الزمني أو نربط المواد أو الحاجة الموجودة في البروموفيرا والإم إس بروجكت بالموديل بتاعنا، بحيث إن إحنا نشوف الحاجة مجسمة قدامنا، بحيث لو فيها مشاكل نبدأ نحلها. في مرحلة الكونستراكشن بنبدأ نستلم الديزاين موديل ونبدأ نشوف المشاكل اللي فيه، نبدأ نعمل مقارنة بين اللوح اللي موجودة، كل ده عشان نتأكد إن إحنا شغالين سليم. وبعد كده ناخد لو في RFI بنبدأ ندرسها،
بحيث ان احنا نعمل ابديت للموديل بتاعنا. خلاص هيبقى في موديل للكونستراكشن، ونبدا نطلع منه شوب دروينج، ونطلع كل المعلومات اللي احنا عايزينها. لو في اي مشاكل بنبعتها للار اف اي، وبعد كده بنبعت للفابريكيشن الحاجات المتقطعه بحيث ان هو يبعت لنا الحاجه ننفذها على طول. بعد كده بندخل بقى في مرحله الكونستراكشن كوردينيشن، بنبدا نشوف الكلاشات اللي موجوده، هل هي كلاشات حقيقيه ولا لا. يعني ممكن يجيب لي كلاش مثلا في باب في الحيطه، فده كلاش مقبول. في عناصر مش موجوده، طب ما العناصر مش موجوده يبقى مش هيجيب لي كلاش، فلازم اتاكد ان العناصر مش موجوده. يعني كان في مشروع من المشروعات ما كانش فيه اعمده جنب السلالم، فسالت المهندس قال لا ده كده حاجه ناقصه. ده من خلال الواحد عمل ووك ثرو، بدا يمشي جوه المبنى لحد ما بدا يكتشف المشاكل ديت. الهايلايت ديزاين تبدا تشوف المشاكل. كل المشاكل دي بنبدا نعمل بيها تقرير، ونبدا نشوف هل هي مقبوله ولا لا، ولا فيها مين المفروض يعدلها. ده في هنا مشاكل اهيت البيم، ونبدا بقى نعمل الشوب دروينج. البرامج بتاعت البيم كويسه في الشوب دروينج، بس ليك ان انت بقى تختار. يعني ممكن تشوف الريفت ضعيف شويه، تختار ادنس معينه تقدر تعمله على برنامج اخر من البرامج، بحيث ان انت تطلع شغل اللي انت محتاجه، وتقدر تطبع الحاجات بقى 2D، تشوفها في 2D كويس ولا لا، وتبدأ تعمل مراجعة على الشغل كله. هنبدأ نحدد بقى الخطوات اثناء ما احنا شغالين، ايه الخطوة الاولانية والخطوة التانية والخطوة التالتة وهكذا، لان الحاجة بس هتركب في كذا خطوة. فبنبدأ نحدد الخطوات ديت، ونبدأ نظهرها في الموديل 4D او ورك ان بروجريس. احنا شغالين في الجزء دوت، وبعد كده ده وهكذا. ده بيوضح لي السيكونس اللي هنمشي عليه عشان نعمل الشغل بتاع السيفل والكومبلكس. ده انت هنا بدأت بداية، وبعد كده كل شوية بتطور في النموذج بتاعك. ساعات بنستخدم الأجهزة ديت، وساعات بيبقى مشترط علينا إن أنت لازم تستخدم أدوات معينة عشان تعمل بوينت كلاود وتشوف السيرفي سيت أوت. هو أنا بيعمل بوينت كلاود، بوينت كريت في قلب الموديل على أساس يقدر يقيس بالظبط العمود ده هيبقى فين بالظبط. يعني تقدر كل حاجة بأجهزة القياس ديت تحدد كل حاجة مكانها فين. الجميل ان البيم بقى يعني متكامل مع البرامج ديت، فبتقدر من خلال البرنامج تصدر المعلومات ديت للاجهزه دي، وتقدر تاخد اللي هي التوتال ستيشن تحدد مكان كل حاجه. زي ما انت شايف الشغل بتاعه بيطلع كويس، وتقدر تعمل التسليح كله ده في ثواني، ما بياخدش وقت خالص. في حاجات كتيرة بيبقى التفاصيل بتاعتها كبيرة جدا، صعب انها تتفهم على الكاد. تقدر تطور بقى الاسبلت بحيث ان الناس تشتغل بيه في الفاسيلتي مانجمنت والاوبريشن والمينتيننس، فبتحدد بقى كل حاجة. مثلا الفاير ريتنج ده الباب ده يقعد يقاوم قد ايه، كل حاجة تحدد اللوكيشن بتاعتها والطيب والسبلاير، لو حصل اي مشكلة هنتصل بيه على طول. كل حاجة بتحدد الاماكن بتاعها والطيب والسبلاير، وفي حاجات مثلا بتبوظ بعد فترة فبتكتب الفترة اللي المفروض بتعيش قد ايه بحيث ان انت تغيرها على طول. هنا كل سيستم بتديله لون عشان تقدر تفهم او تقارن بينهم.